نستقبل الآن ضيفنا من القدس المحتلة سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد سامر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تراقب وتتابع هذه الهدنة في يومها الأول بعد أن توجد بهذه المشاهد التي نراها حصريا على شاشة القاهرة الإخبارية؟ أولا اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم خالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا كامل الشعب الفلسطيني. القدس وغزة والضفة تقدم شكرها الجزيل لمصر ولشعبها ولرئيسها على كل الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في هذه الفترة العصيبة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، ليس فقط الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي التي تستوجب منا هذا الشكر، ولكن أيضا كل هذا التبرع الخير والكريم من أبناء الشعب المصري. نحن نرى الشاحنات بأعدادها بالمئات من مختلف الفئات من مختلف المناطق في مصر، حتى النادي الأهلي قدم جزءا من هذه التبرعات. شعبنا الفلسطيني سيتذكر وسيسجل امتنانه لمصر ولرئيسها ولشعبها. لدي بعض الملاحظات عن صفقة التبادل التي حصلت، وهي تستطيع أن تثبت لنا شيء واضح. اختار الإسرائيليون تأجيل الصفقة ليوم الجمعة مساء، أي مع دخول السبت. الآن معظم الإسرائيليين غير متصلين بالعالم، كل المتدينين لا يتابعون أخبار وأجهزتهم الخلوية مغلقة ولا يدرون ما يجري في الخارج. واختارت إسرائيل أيضا أن تستلم محتجزيها بطريقة فيها تكتم، بطريقة عسكرية استخباراتية. إذن هم يشعروا أن هذا نوع من الهزيمة. هذه الصفقة التي حصلت هي نوع من الهزيمة للجانب الإسرائيلي. نتنياهو الذي عنتر وقال في البداية لا أريد أن أفاوض، نحن سنقتحم غزة وسنحرر الأسرى بالجيش وبالقوة، هزم جيشه في مهمته الأولى وخضع للدبلوماسية العربية المصرية التي فرضت على العالم أن يتعامل مع قضية تبادل أسرى، وهي بتقديري يمكن كانت المتطلب الأول من كل الأحداث من بدايتها. بالمقابل نرى في الصورة الأخرى آلاف الفلسطينيين ينتظرون أسراهم. أنا واحد من الناس كنت أسير في يوم من الأيام وأدرك ما هي قيمة لحظة أن يفتح هذا الباب، باب السجن لأي أسير فلسطيني. ربما دفع الفلسطينيون دماء غالية، 20,000 شهيد كان ثمن خروج وتحرير الأسرى الفلسطينيين، وخروج وتحرير الأسرى الفلسطينيين هو جزء من الحرية المنشودة. الشعب الفلسطيني يرى في نفسه قد تحرر من الاحتلال في كل لحظة يفتح فيها الباب لأسير فلسطيني. ونحن أيضا هنا كفلسطينيين في القدس وغزة وفي القدس والضفة مدينون لأهل غزة، مدينون لأبناء شعبنا في غزة على كل هذه التضحيات التي أعادت للقضية الفلسطينية حضورها، والتي فرضت على وزير أرعن إرهابي في تفكيره وفي أقواله وفي سياساته. بن غفير الذي تعهد لشعبه في انتخابه، في لحظة انتخابه وفي حملته الانتخابية وفي أيامه الأولى من جلوسه على كرسي وزارة الأمن الداخلي، حيث بدأ بإغلاق أفران الخبز وبدأ بتقليص ساعات المياه الساخنة ومنع الأسرى من الزيارات، تعهد بأن يقتل ويحول السجون إلى مقابر. هو نفسه الوزير الذي خر خانعا أمام إرادة الشعب الفلسطيني وفتح أبواب السجن للأسرى.